كمان قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل المؤتمر الصحفي واللي كان مقرر إقامته النهارده عشان يعلن عن التعاقد مع البرتغالي فيريرا مدير فني عشان يقام بكره إن شاء الله في تمام الساعة 12 ظهرا. كمان نادي الزمالك اتعاقد مع البرتغالي فيريرا قبل 3 أيام لمدة موسم ونص ومعاه 3 من المعاونين بجانب كمان وجود أسامة نبيه وأيمن طاهر. كمان المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك اتكلم امبارح عن الهزيمه وقال في المؤتمر الصحفي: مع الاسف الزمالك خارج البطوله الافريقيه، بيتبقى لينا 2 في حال الفوز لن يشفع لينا. كمان هو كمان موقف صعب جدا للكل في نادي الزمالك، لم يخسر اليوم بطوله افريقيا، نادي الزمالك خسر من قبل. وكمان قال: لا اعرف ما هي الازمه ولكني ارى ان اللاعبين في الشوط الثاني خارج الخدمه تماما. قال كمان: جئت منذ 3 أيام فقط وليس لدي المقدرة على وضع يدي على الأزمة بالكامل، قررت النظر فقط في الأمور المتعلقة بمهام عملي وأيضا مساعدة الإدارة في أي شيء خارج الإطار الفني يزيد من قدرات اللعيبة لكي لا يحدث مثل ما حدث اليوم. وأتم فيريرا كلامه وقال: مواجهة باترو أتلتيكو اللي جاية ليها وجهين، لا يوجد ضغوط علينا فيها، ومن الممكن أن احنا نحقق الفوز، ومن الممكن كمان نقدم أداء سيء وعدم تقديم المطلوب وستصبح مشكلة نعمل على حلها. واختتم كمان كلامه وقال: ما قعد به حاليا هو المنافسة على جميع البطولات التي سوف نلعبها، وبالنسبة للاعبين الجميع سواسية حاليا، ومن يجتهد في المران سيجد له مكان، وهو ما فعلته في الولاية الأولى.